السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل إليكم تحياتي من البلكونة الخاصة بي. احنا لقينا شوية واحنا بنفصص الحاجة وهي بتفصص البسلة، لقيت كام واحدة كده مفصصين منبتين، فقررت ان هي تزرعهم في القصيص ده. الشيء المذهل انه بدأ يكبر وزي ما انتوا شايفين كده، والنباتات ماسكة ايدين بعض. بصوا حضرتك لما تشد واحدة كله يتهز معاها، شيء مذهل. هذا صنع الله سبحانه وتعالى، النباتات ماسكة ايدين بعض زي ما يكون أسرة واحدة، لقوا نفسهم في قلب القصيص دوه، وبالتالي ماسكين ايد بعض وعشان يعيشوا مع بعض. حتى النباتات يا جدعان بتفهم، البشر فيهم ناس أغبياء كتير. هنا زرعت كرات وبقدونس وكزبرة وجرجير، معرفش متأخر قوي الزراعة دي، الناس عايزة تطلع، وجنبها بقى حاجات تانية بتطلع الله أعلم ايه دي، شاكوريا ديت ولا شيء مذهل. النهاردة الصبح ببص هنا برضو لقيت النباتات دي طالعة، احنا مش عارفين دي اسمها ايه، وبصيت فوق كده لقيت وردة البيضة دي اللي في النص دي، ده هي دي. الغريبة ان انا امبارح شفت هنا واحدة هنا، ده دي بتفتح الصبح وردة برتقاني، دلوقتي فوجئت انها مفتحة وردة زي ما انتوا شايفين كده، ولقيت واحدة تانية هنا اهي. برضو زيها، يعني هي ايه، هل هي كانت صفرة وبعدين بقت بيضة، ولا هو واحدة بيضة وواحدة صفرة؟ طبعا احنا جبنا ايه النباتات اللي ورا دي، دول كسلانين كده لا بيطلعوا ولا بينزلوا، دي شد حيلها وكبرت اهي، جبناهم من المتحف الزراعي لما كان عامل معرض هناك. دي جبناها وايه كان معاها عيال صغيرين تحت، شلتهم وخدتهم وزرعتهم لوحدهم، لكن معرفش كشين كده مش عايزين يكبروا، فشكلهم كده عيالهم اللي هتكبر. يعني دي مثلا هنا واحدة اهي، اهي عيلة بتطلع لسه، ديت فيها الرمق النبات ده، ودول بقى شكلهم برضو فيهم الحياة بس ايه لسه ما. فسبحان الله، هذا صنع الله، فأروني ماذا صنع الذين من دوني. سبحان الله العظيم، لا تخرج حتى تسبح الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لمشروع الفول، زراعة الفول، طبعا يعني يكفي كده يعني الانتاج دوة. دي الشجرة دي جاية من فولاية واحدة، سبحان الله، شوف طرحت كام فولاية، ودي شجرة تانية برضو طرحت من فولاية واحدة، زرعناها ما عادتش بتاع شهر يعني، ودي برضو شجرة تانية. تهيأ لنا يعني ان دي خلاص هنجنيها بقى ونشيل النبتة نفسها. شوفوا جامدة ازاي في ال دي، سبحان الله واحدة بس يعني فولاية واحدة. متهيألي كده الفول ده يعني دي بقى كبيرة اهي، ومتهيألي بقى نستفيد بالفول ده بقى ونقلعه وناكله بقى ان شاء الله بالهنا والشفا. فسبحان الله العظيم، يعني ان
شالية زي دي حاجة بسيطة يعني ممكن تطلع علينا إنتاج زي ده. دي لو ما كانتش انكسرت كان ممكن تطول أكثر من كده، بس بقى الفول هيبقى شايخ يعني، الأفضل إن احنا نطلعه ناكله هو كده يعني صغير. احنا طبعا ما عندناش خبرة بالموضوع دوت، ما عرفش هل لو هنقرطف مثلا الشجر ده كده يطلع تاني فول. عموما هنطلع نجني نقرطف الفول كده ونسيب الشجرة ونشوف هل هو هيطلع تاني، لان انا شايف هنا واحدة صغيرة اهي، هي نونو اهي شايفينها، ودي صغيرة بس شكلها كده دي استوت، هنقرطفها برضو دي وهنسيب الشجر زي ما هو، نقرطف ده برضو ونسيب الشجر يمكن يطلع تاني فول. نشيل دي برضو وهنسيب الشجر تاني ونشوف كده هل هتدي هتكبر، هي هتكبر عن كده هل هيطلع تاني، وربنا سبحانه وتعالى المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا زرعنا 3 بذور في قلب القصيص ده، منهم الريحان ومنهم التاني ايه؟ وبقدونس وشبت. طلعت لنا الحاجات دي، احنا مش عارفين دي ايه، لا هي بقدونس ولا شبت ولا ريحان، احنا شمينا ريحتها. احنا بنلجأ للخبراء وبنسأل ايه هي النباتات دي، هل دي فعلا حاجة من الحاجات 3 اللي احنا زرعناها دي؟ رجاء المعاونة في هذا الشأن وجزاكم الله خير. وبالمناسبة ديت برضو نحب نبشركم بأن المزرعة بتاعة الفول بتاعنا بدأت تنتج الفول ده، بس احنا مش عارفين هل المرحلة دي خلاص نشيل النباتات دي، ولا المفروض ان هي ايه بتكبر تاني وتطلع فول تاني وكده، ولا بنقطع النبات كله. برضو مطلوب معاونة حضراتكم في هذا الشأن وجزاكم الله خير. الخضراء من موقع البلكونة، غابة البلكونة بتاعتي، والأشجار الجميلة. أرسل إليكم هذه الرسالة وأعلنكم بأننا قد رزقنا بمولود جميل هنا. طابع كل الحاجات الجميلة تنمو في صمت. حاجة جميلة سبحان الله القادر. شوفوا ده قد ايه كبير قوي، مش عارف ظاهر الحاجات دي ولا مش ظاهرة. سبحان الله العظيم.
غيره كنا زرعين دي من مدة ابتدت تطرح اهي ما شاء الله سبحان الله قادر. دي الجنينة بتاعتنا اللي في البلكونة ابتدت تطلع حاجات حلوة اهي. دي بس مش عارفين دي نشفت كده شكلها هتعمل تاني. برضو عندنا الثلاث عيال دول كانوا مع أمهم وبعدين أنا خلعتهم من عند أمهم وركبتهم هنا وزرعتهم هنا. أمهم أهي هناك ودي ابتدت تطلع من القلب بتاعها خلفتها.